عفوا يا اخ، المختار او سطيف السروجي وين محله؟ هون. يعطيك العافية. مرحبا يا عم. اهلا وسهلا ومرحبا، اهلين وسهلين وحبتين امور. عفوا، انا عم اسال عن المختار ابو سطيف السروجي. ايه وصلت اخي، انا المذكور. مين حضرتك بلا صغرى؟ محسوبك مسعود الاهجر وجاي من بلاد المهجر. يا اهلا وسهلا ومرحبا، شرف ارتاح اخي شرف، يا ميت اهلين وسهلين ومحبتين. بتعرف شو قلت لحالي اول ما شفتك؟ قلت يلي بيلبس هيك بالنيطة اكيد مو من هون، مو من البلد. يعني يا اما بده يكون سايح يا اما مغترب، لانه عدم المؤاخذه نحن هون مو متعودين الا على لبس الطرابيش، اما البلرنيط يعني شغله ما بتفوت براسنا. الحقيقه انا لحظه، هوب هوب، قبل ما تحكي شيء لازم تشرب قهوه مره انت، لانه القهوه، شوف القهوه بتساعد على الهضم اولا، بتفتح القابليه ثانيا، بتخلي المعده تمشي مثل العسل. اتفضل اخي، اتفضل، اطلع لك كرعه وادعي لي. تفضل. يسلموا. الله يسلمك ويخلي لي اياك. هالقهوة هي كيف ما دلت وكيف ما فتلت ما بتلاقي مثلها. ليش؟ لأنه قهوة برازيلية مخلوطة مع بن عدني، والسر بالطبخة والعيارات. صحيح، بس يا أبو سطيف الحقيقة أنا أنت أكيد عم تسأل عن حدا وما كنت تستدل. قام ولاد الحلال دلوك علي، مو هيك؟ بالله يلي مو الحق بإيدهم، لأنه أنا ما بتخفاني خافية، ومنين ما نقرتني برن. صحيح، هذا اللي صار، لأنه أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، أنا حافظ نص سلالات وأنساب هالبلد، يعني عيال هالبلد، يعني معظم العائلات المهمة عندي شجراتهم، نشروشهم وجذورهم هيك لحتى تصل لأغصانهم وفروعهم عندي، واللي دلوك لعندي عرفانين لوين يبعتوك. جزاهم الله كل خير، جزاهم. إيه أكيد، لاني لا، ليش عم بحكي هالحكي انا؟ لاني واحد من خمسه بهالبلد اللي بيملكوا هالمعلومات هي، ما حدا غيرنا بيملكها. بعدين وينك؟ هالحكي ما بينطبق على العائلات الاصليه اللي هو، ما بينطبق ابدا. قد يجوز العكس هو الصحيح. قد يجوز، ليش؟ لانه حتى العائلات النازحه من برا والمهاجره لجوا والمستوطنه بيناتنا عندي خبرها، بدءا من عائلات داغستان، الشيشان، الألبان، الأرناؤوط، وانتهاءا بعائلات أذربيجان وتركمانستان، ومرورا بعائلات أرمينيا وجبال طوروس وكردستان، ووصولا لأحفاد القياصرة الروس الهربانين لبلادنا. وكله عندي بهالموسوعة هون هون، يلي قد يجوز تكون مو معبية عينك. ونعم والله، بس انا مثلا على سبيل المثال، حضرتك من بيت بعجر، العم واكرم. اعجر. بعجر عظيم جدا. اعجر والسبع تنعم دقوا على الخشب. بقى السؤال يلي يفرض نفسه، لان في اسئله تفرض نفسها احيانا، هو التالي: انت بتعرف شو اصل العيله تبعها؟ لا والله. هالعيلة يا سيدي كانت ساكنة بالجزيرة من 100 سنة، وبعدين انتقلت لحوالين الشام هون حوالينا يعني، وبالأصل الأصل هي ما كان اسمها عيلة أعجر، كان اسمها يا سيدي من لأنت عيلة بعجر، نسبة لقبيلة بعجرية يلي أسسها جدكم الإسباني وستكم الغجرية، وبالظاهر جدكم الكبير كان راسه أعجر شوي يابس يعني تنح، ومشان هيك سموا هالعيلة اسم بعجر. لا تأخذني هيك لك، صدقني هي أول مرة بسمع بهالمعلومة. ولسه يا ما رح تسمع. أبو سطيف سروجي أنا، مو مأمور النفوس. بقى قلي شو طلبك، شبيك لبيك أبو سطيف بين إيديك. والله بيت فستق بتعرفهم؟ أنو فستق منه؟ لأنه عنا 3 عيال نحن اسمه فستوق،
أول عيلة أصلا من الحجاز، والثانية أصلا من وادي حضرموت، والثالثة انفصلت عن بيت موالح من شي 70 سنة وصارت عيلة هيك مستقلة بحد ذاتها. بقى يا ترى أنت أنو فستق بدك منه؟ بصراحة ما بعرف، بس أنا رح أحكي لك القصة من أولها، وأنت من خلال حديثي أكيد رح تستدل على الفرع المطلوب من فروعة فستق. شي ناهي، شي ناهي كتير فوقاني، هات لشوف، عم اسمعك أنا. أنا لما كنت بالمهجر تعرفت على شاعر مهم كتير اسمه عبد السلام فستق، وهالشاعر كانت أمنيته بالحياة أنه يرجع على بلده ويندفن تحت ترابه، بس للأسف هالأمنية ما تحققت، ووافته المنية قبل أسبوع من رجعته على بلده. لا حول ولا قوة إلا بالله، أمنت بالله عابفة. ولا تعلم نفس بأي أرض تموت، ما له نصيب يرجع، ترابه مهد برا. المهم إني لقيت بين وصايا المرحوم وصية بتقول إنه ينطبع ديوانه جديد هون بالبلد، وبصراحة أنا حابب حقق له هالأمنية. يا سلام يا سلام عليك يا أستاذ، يا سلام عليك شو إنك ابن أصل. والحقيقة أنا معجب كتير بلهفتك بحماسك لتحقيق أمنية المرحوم، بس ما بعرف لحد هلأ ما عرف شو دوري بالموضوع. أنا جايك بالحكي يا عمي أبو سطيف، هو كاتب بالوصية إنه أولاد عمه ممكن يساعدوه بهالشي لأنه كلهم وطنيين ورجال سياسة، ومأكد كمان بوصيته إنه هالديوان ما ينطبع وما ينعطى إلا للشخص الأكثر وطنية بيناتهم. وهون بتبدأ مهمتك يا مختار. مهمتي أنا؟ إينا، والمطلوب إنك تساعدني لأوصل لأولاد عم المرحوم. الحقيقة هالشغلة ضبابية، ضبابية تماماً. ما بعرف. طيب، أنت ما بتعرف شي عنه؟ وللنار أسخيت. أنا كل اللي بعرفه إنهم 6 إخوة وكلهم بيشتغلوا بالسياسة. هلأ هبت رياح اليقين والضباب تلاشى. خلاص اعتبر حالك وصلت انت. يعني عرفتهم؟ واحد عرفتهم. الله يبشرك بالخير يا مختار. قلي كيف بقدر اوصلهم؟ هدول يا سيدي من لا انت 6 إخوة، 6 وكلهم تجار كبار وملاكين ورجال اعمال، وفوق هالشي رجال سياسي يعني معروفين كتير بالبلد، واذا بتحب فينا من بكره نقابلهم. يا ريت والله. انت ولا يهمك تترك هالشغله عاديه، ومن بكره بنبدا برضوان فستق، هذا تاجر اقمشه على مستوى عالي بسوق الحرير. يا اهلا. لا لا لا، ليش هيك بتساوي؟ اهلا وسهلا. عليم الله شرفته. يسلموا. ايه والله من اراضيع. ايه الله يرحمك يا ابن عمي عبد السلام، شغلت إيه؟ عبقري وموهوب. ايه بالفعل يا جماعه، هالزلمه هاد رفع راس عيله بيت فستو هون وبالمهجر. ايه سمعت انه حضرتك تشتغل بالسياسه. ايه طبعا. ايه لك استاذ اعجى، السياسه عم تمشي بدمهم لبيت فستو، يعني رضعانين سياسة، شربانين سياسة، هاضمين سياسة، سياسة، سياسة. هو الصراحة كل وطني حريص على بلده لازم يمارس العمل السياسي. أنا مثلاً عضو ناشط بحزب التلاحم والتماسك. معلش رضوان بيك، أنتر بارانتيز، رضوان بيك هاد كان من أبرز دعاة الاتحاد والاندماج بين حزب التماسك وحزب التلاحم. هاد بالفعل. ايه بالفعل، يعني بفضلي وفضل بعض الغيورين على المصلحة الوطنية العليا اتماسك حزب التماسك مع حزب التلاحم وتلاحم معه. صحيح، أنتر بارانتيز، صاروا حزبين بفرد منهج وبفرد خط، خصوصي بعد ما تبنوا شعار سياسة الفشخة فشخة نحو تحقيق كل الأهداف البعيدة والقريبة. حلو كتير. تعالوا تفرجولي على ألبوم الصور. هاي صورتي أنا ورئيس حزب التلاحم. حلوة كتير. طيب أنتر بارانتيز هاد مين؟ ولك هذا أنا. أيوة. وهي صورتي أنا ورئيس حزب التماسك. حلوة كتير، مغير. هاي صورتي على طاولة العشاء بعد مؤتمر الاندماج.
ايوه انتر بارانتيز، هاد مين؟ لك هذا انا كمان؟ ايه اللي على راس الطاوله. هي صورتي انا ورفقاتي بمعسكر الاستعداد لحرب فلسطين. طب انت وينك؟ انا اللي عم نط من فوق الحاجز. شي جميل. إيه لك شو مفكر انت؟ رضوان بيك تاريخ، تاريخ نضالي عريق وشروشه ضربه بتراب هذا الوطن. ايه سيدي، شو الموضوع اللي جاي من شانه؟ ايه سيدي، شلون لقيت لي اياه لهذا رضوان بيك؟ ما بعرف، لسه ما قدرت كون عنه فكرة كاملة. طيب ليش ما فتحته بموضوع الديوان تبعك؟ لا ما بيصير، لازم شوف الإخوات كلهم وبعدين نقي الأكثر وطنية بيناتهم وسلموا الديوان. معك حق مثل ما بدك. ايه وهلأ مين بدنا نشوف؟ ها يا سيدي، هلأ بدنا نشوف عبد الحميد بيك فستو. انتر بارانتيز، هذا من أكبر تجار الخيول والمواشي، يعني بتقدر تقول عنه ملك الزرايب والبوايك بالبلد كلياتها دون منازع. طيب خلينا نشوف. ما في مانع، تفضل. إيه الله يرحمك يا عبد السلام ويجعل مسواك الجنة. آمين يا أرحم الراحمين. تعرفوا يا جماعة، هالمسكين عاش غريب ومات غريب. هيك حال الدنيا، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا إله إلا الله. إيه. تعرف يا سيد مسعود، أنت فتقت لي جروحاتي. أخ لو تعرف قديش كنت حبه للمرحوم. هو كمان كان يحبكم كتير وكان يذكركم دائما بالخير. الله يرحمه كان يقول لي أولاد عمي من الرجال الوطنيين البارزين ومن أقطاب السياسة المهمين بالبلد. هو الحقيقة ما كذب خبر أبداً من هالناحية. ليش ما بنقعد بالمضافة ونحكي؟ شرفوا إيه ظريف، ظريف بالمضافة. أنتر بارانتيز، بعيدة من هون؟ لا لا لا، شرف، تفضل. إيه حاكم رجلي تجعني. على ما، على ما. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. معلومة أنتر بارانتيز، عبد الحميد بيك من رجال السياسة الكبار بالبلد، وهو من الناس اللي انخرطوا بالعمل السياسي من أول ما فتحوا عيونهم على الدنيا. يعني أنتر بارانتيز رضعانين السياسة بالملاطة وهن لساتهم بالإنداء. ويا ترى عبد الحميد بيك حضرتك من نفس الحزب؟ أنا حزب؟ حزب التماسك، حزب أخوكم رضوان. أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت أخي مسعود؟ معقولة أنا أنتسب لهيك حزب معت؟ أنا عضو محرك بحزب الطريق الوعر. ويا ترى هالحزب بيختلف كتير عن حزب التماسك؟ ليك لسه بيقول لي تماسك؟ نحن وين وهن وين؟ في خلاف بيناتنا من الأرض للسماء. ملاحظة أنتر بارانتيز أستاذ أعجر، التماسك رافعين شعار الفشخة فشخة، وجماعة عبد الحميد بيك ضد هالمبدأ من شروشه، ضده تماما. مو هيك عبد الحميد بيك؟ طبعا طبعا. وشو شعار الطريق الوعر؟ كل فردة شكل، قصدي كل فشخة شكل. طبعا طبعا، لأنه السياسة بدها مرونة ومناورة وأخذ وعطا، مو تيبيس راس ولوحنة على الفاضي. يعني قصدي باختصار، أهداف ومبادئ أي حزب لازم تكون مرنة وقابلة للتطور وللتماشي مع كل الظروف والمستجدات. أيوة أيوة مفهوم. خود مثلا، نحن تظاهرنا ودعينا للأضراب وقت الحكومة رفعت سعر كيلو الخبز نص فرنك، علما أنه مصلحة الشعب فوق كل مصلحة. بس لما الحكومة شرحت لنا أبعاد القرار وأهميته لاقتصاد الوطن،
وقفنا الأضراب فورا واقتنعنا، بينما التماسكيين أضربوا هيك على عماها بدون ما يعرفوا الطيخ من البطيخ. المهم أنتوا اثنين عم تشتغلوا لصالح الوطن والمواطن، وهذا الشيء بيدل على أنه ما في مشكلة بنوب. إيه لكن لكن بيت فستق دول، بيت فستق ما في شك بوطنيتهم وإخلاصهم لهالبلد هاد، بيت سياسي ووطني لامع يعني أنتر بارانتيز، هدول بيت فستق مو بيت بزر وقضانة. هاي صورة مع رئيس حزبنا، حزب التباكي على الماضي، وهي صورة مع مؤسس الحزب. آه صحيح، حلو كتير. يا سلام يا سلام على هالصورة، شايف يا أستاذ أعجان؟ شايف؟ عيونهم عم تقدح شرار ووطنية. وحزبنا يا أستاذ هو الحزب الوحيد اللي عرف يقرأ التاريخ صح، والأمة اللي ما لها تاريخ وماضي ما لها حاضر ومستقبل. طبعا طبعا. وللأسف الشديد كل الأحزاب اللي عم تتناحر وتتناطح الساحة راكدة ورا نظريات ومناهج مستوردة من الغرب، ونسياني أو عم تتناسى تراثنا العظيم وماضينا المشرف. لذلك حزبنا طرح شعار يلي ماله قديم ماله جديد. ومو بس هيك استاذ اعجا، انتر بارانتيز الجماعة عم يتبعوا سياسة فشخة لقدام وفشختين لورا، يعني ماجد بيك فستو من الشخصيات المشهود بوطنيتها وغيرتها على التراث العربي وغيره. الشروش ضربة بصخر هذا الوطن. واضح هالشي يا مختار، سيماهم في وجوههم، وعلى ما يبدو العيلة كلها هيك. عفواً، أنو عيلة؟ قصدي إخواتك. لا لا لا، إذا بتريد لا تجيب لي سيرتهم أبداً. أنا وين وهن وين؟ يا خسارة، كلهم انحرف وكل واحد أخذ طريق شكل، وما بنقدر نقول إلا الله يهديهم ويردوا لعقولهم. آمين يا رب يا ربي يا ربي، لا تضلنا بعد إذ هديتنا يا رب. لا تواخذونا يا جماعة، أخذنا الحديث وما قلنا لكم شو بتشرب. شاي إذا ممكن. آسف أنا ما بضيف منبهات، لا شاي ولا قهوة. أصبح خلي المسألة على ذوقك يا ماجد بيك. طيب شو رأيكم لبن عيران؟ وسط إذا ممكن. حاضر. يا ابني ثلاثة لبن عيران إذا سمحت، ملح الوسط. أهلا وسهلا. يا مازن. وين مختار؟ الله يرضى عليك، اثنين شاي. أنا ناسي. اكرك. ايه استاذ أعجان، شو رأيك بيلي شفته لحد هلا؟ الحقيقة عيلة غريبة عجيبة، لكن ما في عقل واحد منهم بيطبق على عقل التاني. ولسه ما شفت شي. بتصدق يا مختار انه صار عندي فضول كبير لأتعرف على باقي الاخوات؟ ايه تكرم عينك، شو عليه؟ حاكم انا هالاخوات كلياتهم، عامل لهم برنامج، البرنامج عندي هون. ايه وهلا صار دور مين؟ ها هلا صار دور عامر بيك فستق، وعامر بيك انتر بارانتيز واحد من اكبر تجار التحف والانتيكات بالبلد كلها، من اكبرهم. لا والنهفه انه كلهم تجار كبار. صحيح، بس انتر بارانتيز كل واحد مسيطر على فرع من فروع التجاره، كل واحد. يعني كل واحد له اتجاه سياسي واتجاه تجاري مستقل عن البقيه. بالضبط استاذ اعجار، هذا اللي صار فيهم بالضبط. ايه شو هالعيله هاي؟ اكيد في وراهم سر كبير. انت لا تستعجل وتقول سر مر، بكره بتعرف كل شيء. يزيد فضلك إلهي ويخلينا إياك ولا يحرمنا منك. اي والله ضيعتي. شو بتحبوا تشربوا؟ شاي إذا ممكن. أنا كل هالمشاريب اللي بتذكرني بالفولكلور والتراث تبعنا ما بحبها وما بفوتها لعندي، يعني أنا ستايلي غربي بحت، فأنا ما بجيب لعندي غير المشاريب الغربية. عظيم، إذا مو مشكلة هات شربنا اللي بدك إياه. شو بتكون يعني مثلا؟ في عندي كاكاو، كابوتشينو، اكسبرس، جامايكا صوص الكحول. كابوتشينو يا ابن نوار. حاضر. هات ثلاثة كابوتشينو زين. حاضر.
خليه يقبي بالرغوة. الحقيقة أنا بعزه كتير للشاعر عبد السلام، وبعتبره سابق عصره لأنه اتجه للغرب وقدر يقطع جذوره كلها. لا إذا بتريد، عبد السلام ما قطع جذوره أبدا، بالعكس تماما، كان مرتبط بالأرض والوطن وكأنه عايش هون. لا لا يا أستاذ، ليش نحن مو مرتبطين بالأرض والوطن؟ لمعلوماتك نحن كلياتنا عنا حس وطني، بس كل واحد بيعبر عن هالشي بطريقته. خذني أنا مثلا، أنا عضو فعال بحزب اسمه A Look to the Future، يعني نظرة إلى المستقبل. أنت أكيد سمعان عنه. يعني أخذ عنه فكرة صغيرة. حزبنا يا أستاذ عم يطلع لقدام ولا ورا، عنده مشروع كامل للنهوض بالوطن من خلال الاحتكاك بالغرب والاستفادة من خبرته. بس للأسف لسه في ناس لهلأ عم يحاولوا يشدونا لورا ويرجعونا لعصور ما قبل التاريخ بحجة إنه اللي ماله ماضي ماله مستقبل. اي صحيح، نحن قابلنا أخوك وشفنا قديش مؤمن بهالفكرة. اي بلا أخي بلا بطيخ مبسمير، أخي غرب السياسة وكلمة بتاخده وكلمة بتجيبه، مخه فاضي، ورقة صفرة بكتاب مهرهير، وسلفي كتير ومتعلق بالماضي أكتر من... صحيح صحيح، بس التاريخ التاريخ تاريخه بس وراح وقته. هاي الدولة الرومانية صارت أعظم إمبراطورية بالعالم وهي لا 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 تاريخ ولا أصل ولا فصل. بعدين حتى بوقتنا المعاصر في أمثلة كتير من هالنوع. ما بعرف، هاي بتضل وجهة نظر. أخي نحن شعارنا واضح وصريح وموضوعي، انظر إلى خلفك بغضب، يعني تطلع لقدامك ولا تلتفت لورا بنوب. ونعم شعار والله. شو وين الكابتشينو؟ الله يسود وشه يا ابن نوار. يا ابن نوار، could you please bring us the cappuccino؟ عظيم كتير، وحيد بيك، داهية كبير، داعية كبير لإعادة بناء وتغيير كل الأحزاب الموجودة على الرقعة على الساحة. شرفنا وحيد بيك. نحن اللي زدنا شرف. وحضرتكم مو منتميين لأي حزب؟ أنا أحد مؤسسين حزب نحن هنا. وشو شعار هالحزب بقى؟ ماله شعار. معقول؟ معقول في حزب بلا شعار؟ اي نعم، نحن حزبنا ضد كل الشعارات وضد كل الخطط والمناهج والأيديولوجيات، والمرحلة هي بالذات ما بدها شعارات، بدها بناء وعمل وشغل. الوطن ما بده حكي وما بده مناظرين، بده سواعد تبني وتشتغل. من هالناحية معك حق، هذا أهم مبدأ سياسي ممكن الواحد يحكي فيه. إيه طبعاً، وحيد بيك أنتر برانتيز ما اشتغل بالسياسة للتسلية وتعباية الوقت، لا بالعكس تماماً، السياسة ماشية بدمه جنباً إلى جنب مع الكريات الحمراء والبيضاء. مشان هيك وقت بيحكي عن تجربة ونضوج وبعد رؤية، وبيحب يغامر ويقفز بالمجهول قفزة ذكية شاطرة. شكراً يا مختار، أخجلتم تواضعنا. بس عفواً، ما عرفنا رأيك بالأفكار اللي متبعينها أخواتك. أرجوك يا سيد مسعود لا جيب لي سيرة أخواتي أبداً، والله يعين كل حي على بلواه. للأسف الشديد كل أخ من إخواتي انبلى أو تورط أو انساق خلف نظرية معينة أو أسر حاله ضمن نطاق ضيق. طبعاً هذا ناتج عن عدم خبرة بالسياسة وضعف بالرؤية العامة للوضع العام، ويمكن نسيوا أو تناسوا بأنه السياسة بدها شمولية، بدها انفتاح على كل التكتلات والقوى والتيارات. بس شو بدنا نساوي؟ الله يعين كل حي على بلواه. آمين. آمين يا أرحم الراحمين. عدم مؤاخذة يا شباب،
التهينا باللعب والحكي ونسينا نسألكم، شو بتحبوا تشربوا؟ شو الموجود يا ترى؟ كل شيء موجود. كل شيء؟ قهوة، شاي، كابوتشينو، لبن عيران، عرقسوس، كازوز، جامايكا بلا كحول. في رز بحليب؟ في رز بحليب. اثنين رز بحليب. تكرم عينك. هات يا ابني اثنين رز بحليب بسرعة. ايه اللي استاذ اعجب، قررت انه واحد بيناتهم اكثر وطنيه. والله شي بحير، يعني الخمس اخوه اللي شفناهم لحد هلا كل واحد له منطق شكل، وصعب تعرف مين الصح ومين الغلط، مين الوطني ومين مو وطني. ايه معك حق. دخلك هذا السادس مثلهم كمان. ها يا سيدي، من اللي انت معتصم بك فستو انتر بارانتيز، هذا أكبر تاجر موالح بالبزورية كلياتها. أيوة، وهذا لأنه حزب منتمي؟ ها هذا الوحيد يلي مو منتمي لأي حزب. يعني ما له بالسياسة؟ إله بالسياسة، مو شيت إنه ما إله، بس ما له انتماء محدد. ها وكيف هيك بقى؟ يا سيدي هذا تاركينه احتياط. شلون يعني؟ ما فهمت عليك. هلأ اللي انت لمين قررت تعطي الديوان؟ انت شو رايك؟ انا برايي انه الكل يتشاركوا عليه. هلا هدول بدهم يتشاركوا؟ مانك شايفهم شلون عاملين مثل الاخوه الاعداء؟ بالعكس تماما، هدول مع بعضهم مثل السمنه والعسل. مختار، انت مخبي علي شيء؟ انت عندك للسر مطرح؟ ولو في 100 مطرح. يا سيدي أستاذ أعجر، هدول بيت فستو، ست تجار، ستة، وكل تاجر ماسك فرع تجاري شكل، بس هنن بالواقع شراكة بكل شي من تحت لتحت. شراكة؟ شلون هي؟ والخلافات السياسية اللي بيناتهم؟ ايه ما في خلافات ولا بطيخ مبسمير، هدول انتر بارانتيز سياستهم الوحيدة المصلحة النفعية، المصلحة الشخصية وبس. مشان هيك وزعوا حالهم على أحزاب البلد بحيث إنه يكون إلهم إيد بكل حزب من هالأحزاب، والحزب يلي بيوصل وبيستلم وبيمشي سوقه بيمشي مصالح كل الأخوة. يا لطيف يا لطيف، فعلاً خطة جهنمية وما بتخطر على بال حدا. طيب والأخ السادس ليش تاركينه برا بلا حزب؟ ها هذا مثل ما قلت لك، تاركينه احتياط لحتى إذا طلع شي حزب جديد يتحشوه فيه دغري وما يطلعوا برا. انتر بارانتيز السياسي تكتيك.